أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام بكل خير. مباراة الأخدود كما ذكرت أمام النصر في هذه الجولة رقم 31، الجولة التي فيها طبعا يريد الأخدود الذهاب من المنطقة الحرجة جدا التي يعيشها الآن، ويريد النصر مع كريستيانو رونالدو في الاستمرار في العمل، لأن الموسم بالنسبة للنصر لم ينتهي بعد ولا زال هناك بقية، الموسم لم ينتهي بالنسبة للنصراوي، ولذلك يأتي اليوم بنتائج جيدة في الأسابيع الأخيرة في هذه الأمسية طبعا في أجواء ماطرة هنا في نجران، لكن بأجواء المنافسة طبعا الثاني بأرقام كبيرة جدا أمام الفريق الذي يعاني في ملعب، نعم في ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الذي غريب عن أجواء كرة القدم السعودية. يأتي الآن من أجل هذه خطيرة، حارس المرمى باولو فيتور في هذا المكان أمام مهاجم وأمام لاعب بقيمة كريستيانو رونالدو، واشتم هذه انطلاقة هذا الغنام في هذا المكان، الله في الكرة الماضية ولا زالت المحاولة، لكن لدينا راية والراية تعلن عن وجود تسلل في نصر، لكن النصر عنده محاولة من تيليس في هذا المكان، خطيرة للنصر، التسديدة قوية، الله الله، عاصفة النصر مستمرة، عاصفة النصر مستمرة، ومن المحاولة الأولى فقط النصر كان فقط بحاجة للمحاولة الأولى، وعاصفة النصر مستمرة، وهدف من بروزوفيتش، الله بروزوفيتش بروزوفيتش، خطيرة العرضية في هذا المكان، فرصة للنصر، الله هدف 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 نصراوي ثاني، وابتسامة رونالدو مستمرة، ابتسامة رونالدو ونجم الشباك، نجم الشباك يواصل هز الشباك، اي نعم نجم الشباك كريستيانو رونالدو يواصل هز الشباك، أخطأ المدافع هنا، وأن تخطئ هنا علي الحسن، نعم أخطأ المدافع وعلي الحسن بعد ذلك التمريرة للدون، نجم الشباك قصة، لكن هذه انطلاقة في هذا المكان، محاولة المرور، التقدم، التسديد، خطيرة طال الغنام، كرة جميلة في هذا المكان، التدخل موجود يحضر في اللقطة الماضية من جانب المدافع سعيد الربيعي، في انذار على سعيد الربيعي، في انذار، ضربة حرة مباشرة عالية وللأمام وتبعد وتصل وتعود والتسديدة وكذلك، شوف النصر ما هو ناقص هدايا، النصر ما هو ناقص هدايا، خطيرة، الله يا أيمن يا يحيى، هذه سهلة، هذه سهلة يا أيمن، ما كانت تبغي اليسار، ما كانت البطولة الأخيرة، هذه محاولة كرة في هذا المكان، خطيرة المحاولة مستمرة، النصر ما راح كثير على مرمى الأخدود في المرتين تقريبا سجل هدفين، هذه محاولة كرة تبعد، كرة في هذا المكان، في هذا المكان وكريستيانو، الله حلوة الفكرة، حلوة الفكرة، حلوة الفكرة، لا زالت للنصر وعن طريق بروزوفيتش لأتيليس، يأتي بكرة عالية بالرأس في هذا المكان من جانب محاولة المرور، كرة جميلة عن طريق ساديو ماني، مرور والكرة، وبعد ذلك بعد ذلك طبعا تصل تصل سهلة سهلة، شوف هذه تخرج الكرة خارج أرضية الملعب، ساديو ماني من غرفة الفار يبدو لي بأنه لا وجود لشيء، نعم انتهت بكرة ماضية مستمرة، الكرة للأمام تلعب الله الله الله، ساديو ماني ساديو ماني كاد أن يضيف هدف الرابع عشر في الدوري روشن في الكرة الماضية، كان قريب عن مدرب لاعب بأكثر مركز خطير، فرصة لكريستيانو في الكرة الماضية لا زالت مستمرة، الله الله، الدون الذي لا يشبع،
كريستيانو رونالدو الذي لا يشبع بالكرة الماضية، هذه الأولى، هذه الثانية قوية كانت ووصلت إلى خارج، مستمتع هنا، هذه كرة خطيرة في هذا المكان، التسديدة، الله، هدف للأخدود، نعم هدف للأخدود. الشوط الثاني، الأخدود عنده مؤشر، عنده وصول، وهذه الكرة في الزحمة، مرت في زحمة المدافعين وسجل المنصور في زاوية الأبطال، مرور جميل، عرضية خطيرة في هذا المكان، لكن إبعاد، الله، عودة من بعيد، جودوين، عاد الأخدود من بعيد بعد التأخر بهدفين، لكن خطأ نصراوي دفاعي في تشتيت الكرة، في إبعاد الكرة، النيجيري، نعم جودوين يأتي من كرة الماضية. عندك رمي تماس لعوض خميس، بعض الاحتكاك طبعا، هنا يتدخل ايضا الحكم الثالث، الحكم الاول، ومن زكي الجزائري كان الى كولادو يسدد، الله، لازالت تسديده، اوهو، على مرتين، على ثلاث مرات، أوسبينا النصراوي مدين لأوسبينا في إنقاذ في اللحظات الماضية، ولدينا قائمة. العرضية تأتي الآن، الكرة عالية، الله، آه، وتقف مرة وكرة قوية، الله، عندما يجتمع الجميل والجمال في لعبة واحدة، عندما يجتمع الجميل والجمال في لعبة واحدة، هذا هو هدف مارسيلو بروزوفيتش، الجميل والجمال في لعبة، هذه الأولى، هذه للدون، بعد ذلك أبعدت، لكن